بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا شباب هنتكلم على يعني موضوع غلس حبتين في عندنا في النيورو اللي هو الوايت ماتر ديزيزس، لان احنا يعني في جزء راديولوجي فيه، واحنا يعني في بنحاول ان احنا نعمل كل الدور بتاعنا في معظم الحالات، ان احنا تونارو ذا ديفرنشال دايجنوز في معظم الحالات، وفي ديزيزز لازم هنشخصها. يعني هنتكلم بس كلمتين اناتومي في الاول، نعرف يعني ايه وايت ماتر. احنا عارفين كلنا ان البرين بارينكايما بتتكون من جراي ماتر ووايت ماتر، والجراي ماتر دي هي الميجور كومبوننت بتاع السي ان اس، وهو احنا بنسميها جراي عشان هي جراي اساسا في الحقيقه، زي ما احنا شايفين كده، ده الاوتر بارت بتاع البرين، ده اللي هو الجراي ماتر. الوايت ماتر دي هي عباره عن الاكسونز اللي هي بتكونكت الجراي ماتر، يعني الجراي ماتر زي ما احنا شايفين كده دي فيها السيل بادز النيورونز، وهي دي اللي مسؤولة عن ان هي بتطلع الاوردرز وتبعتها بشكل نيرف امبلس، والاوردرز اللي طالعة منها او اللي رايحة لها بتمشي في نير فايبرز. النير فايبرز دي هي الوايت ماتر، يعني زي الكمبيوتر كده، هو ده الجري ماتر، والخلايا اللي فيه هي دي اللي بتطلع الاوردرز، وعشان بقى الحاجات دي لازم تمشي في سلوك كده عشان توصل اللي هو التارجت اللي هو هيعمل الاكشن يعني. فاحنا عندنا الوايت ماتر ده عباره عن الاكسونز اللي هم النيرفز، خلاص، والنيرفز دول متحوطين بمايلين شيث، ماده اسمها مايلين شيث، ودي عباره عن فاتي تيشو. فانا عندي هنا في الجري ماتر اهو، ادي السيل بادي اللي هي بتطلع الاوردر، بيمشي في النير فايبر اللي هو بيمثل الوايت ماتر، اللي هو حواليه الحاجات اللي هي المايلين شيث اللي احنا شايفينها دي يا شباب، وقلنا المايلين شيث ده عباره عن فات، وده يفسر الوايت ماتر اللي احنا بنشوفها في السي تي، لما بنشوف الوايت ماتر سودا وبنشوف الجري ماتر بيضه زي ما احنا شايفين كده. السواد اللي موجود في الوايت ماتر ده عشان الفات. احنا عارفين ان السي تي بيقرا الفات بيظهره كحاجه سودا، وبما ان انا عندي هنا كل النير فايبرز متغطيه بمايلين شيث متغطيه بفات، فعشان كده بنشوف الوايت ماتر هنا سودا في السي تي، ماشي. طيب احنا في الرنين اخبارنا ايه؟ في الرنين في التي 1 بتلاقي بنفس الاسماء كده، الحاجه الجري ماتر بتلاقيها جري، والوايت ماتر بنلاقيها وايت زي ما احنا شايفين كده يا شباب، اوكي. طيب في التي 2 بيبقى العكس، ادي الوايت ماتر الحاجات اللي هي جوه دي كلها سودا، وادي الجري ماتر يعني هايبر انتنس شوي، اوكي. هي ايه بقى الاستراكشرز اللي بتكون الجري ماتر؟ عندنا السريبرال كورتكس، وعندنا البيزال جانجليا، والسالاموس، والانسولا. دي الحاجات يا شباب اللي هي عبارة عن الجري ماتر استراكشرز، واحنا قلنا الكلام ده في الاناتومي بس احنا بنعيده تاني بس عشان انت تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. الوايت ماتر استراكشرز اهم حاجة فيها الانترنال كابسول، خلاص. والانترنال كابسول احنا عارفين ليه انتيرور وليه بوستير لمب وليه جنو، وعندنا ايه تاني؟ وعندنا الكوربس كالوزم اللي هو بيوصل وايت ماتر تراكت من البوث سايدز، وعندنا ال ده برضو كل ده اكستنشن للايه؟ للكوربس كالوزم، اوكي. ده بس النقطة الاناتومي اللي احنا حابين ان احنا نقولها بس في الاول يا شباب عشان انت تبقى فاهم. ممكن حد ينادي لأحمد المهدي عشان يعني بتاع الرسالة عمالة تطلع كل شوية دي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا يعني الوايت ماتر ديزيزز اللي احنا هنتكلم عليها هي دي ديزيزز او ليجنز بتعمل مشكلة في الحاجة اللي بتنقل الاوردر، وبالتالي الكلينيكال مانيفستيشنز مش هتبقى ملخبطة، يعني ما احناش يعني هتلاقي حاجه في الاوربت، حاجه في الموفمنت، وهكذا. اللي في رساله بتقعد تطلع كده يا احمد، انا ما اعرفش دي ايه. بدل السلايد ولا نعم؟
يعني ما بتنقل؟ ما اعرفش، خلاص اقعد بس معانا دقيقتين كده. النقطة اللي بعد كده احنا عايزين نتكلم عشان نعرف الأول، قبل ما نعرف المشكلة ان فيه ديزيز لازم تعرف النورمال مايلينيشن. يعني احنا ببساطة كده يا شباب احنا مقسمين الموضوع ده لمحاضرتين، محاضرة هنتكلم عليها على رسالة هي عمالة تطلع كل شوية. فاحنا يا شباب عندنا دلوقتي هنتكلم على النورمال مايلينيشن عشان لما نعرف النورمال يبقى احنا لو في حاجة اب نورمال نعرفها. النورمال مايلينيشن احنا بنشوف المايلينيتد وايت ماتر قلنا من شوية بيبقى ابيض في التي 1 وبيبقى لو سيجنال في التي 2. يعني انت لو لقيت الحكاية دي معكوسة خلاص في طفل او في واحد كبير هو خلاص المفروض المايلينيشن بتاعه بقى كومبليت، خلاص يبقى احنا عندنا مشكله كده هنسميها وايت ماتر ديزيز. خلاص طيب زي ما انت شايف كده دي مجموعه صور اهوت، يعني عند بتوريك ديجريز مختلفه من المايلينيشن. كل الصور اللي تحت دي التي 2، واحنا عارفين التي 2 عشان السي اس اف هنا اسود اهو زي ما احنا شايفين، ودي الصور دي كلها تي 1. دي عند ديفرنت ايجز كده، يعني دي عند تيرم بيبي خلاص، ده عند 5 شهور، ده عند سنة، ده عند 5 سنين. زي ما انت شايف كده كل ما المايلين بيزيد بيبقى ديبوزيتد في الوايت ماتر، بيبان بيزيد كمية، تبقى الوايت ماتر تبقى هايبر انتنس زي ما انت شايف كده في الايه في الـ في الـ في التي 1 خلاص اهو زي ما انت شايف كده. طيب تيجي انت تاخد بالك بقى في التي 2 تلاقي الحكايه دي مش فارقه قوي، يعني هنا عند اد فول تيرم كان شويه، ادي البياض اهو، بعد كده واضح شويه، بعد كده بقى عند سنه واضح خالص، بعد 5 سنين بقى واضح جدا. الكلام ده احنا مش لاقينه في التي 2، يعني لان التي 2 هو المايلين هو اسود فبيزيد سواد على سواد وخلاص ماشي، فانا مش ملاحظ الحكايه دي. احنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان تبقى انت عارف ان انت لما تيجي تشوف المايلينيشن بقى كومبليت او انكومبليت تبص على التي 1، هي دي الاهم من التي 2. خلاص كده يا شباب. طيب وهنقول برضو يبقى يعني احنا عندنا دلوقتي التي 1 دي هي اللي هتشوف فيه مور مايلين اتكون ولا لا، ودي هي دي الايه الاساس عندنا. طيب ناخد بالنا ان كمان من الحاجات الاساسيات اللي احنا عايزين نعرفها، يبقى احنا عرفنا دلوقتي شكل المايلينيشن هيبان ازاي في الام ار خلاص. طيب بالنسبه للايدج احنا عندنا لغايه سنه ونص تقريبا خلاص المفروض ان يبقى فيه كومبليت مايلينيشن، وده بيمشي في اوردرز معينة. يعني احنا عندنا اهوت لغاية سنة ونص تقريبا ان يبقى فيه كومبليت مايلينيشن. لو انت شفت بقى حاجة ابنورمال في الوايت ماتر في الوقت ده اللي احنا هنعتبرها ابنورمال. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان احنا يعني عايزين نعرف بقى فيه مشكله في حصلت في الوايت ماتر ولا ما فيش. يبقى احنا اول حاجه مطلوب ان احنا نعرف شكل الوايت ماتر النورمال ايه خلاص، ونعرفها از ريجاردز الايدج بتاع البيشنت خلاص. نبقى احنا عارفين ان احنا لغايه سنه ونص المفروض يحصل كومبليت مايلينيشن، يعني شوف التي 1 دي الوايت ماتر وايت والثانيه دي تبقى لو سيجنال في التي 2. ادي حاجه يا شباب. طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف هل في ابنورمال مايلينيشن ولا لا. ابنورمال مايلينيشن يعني ايه؟ هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما المايلين في الاساس ما تكونش
ودي بنسميها ديس مايلينيشن، او احنا هنسميها بعد شويه ليوكودستروفز خلاص، او ان هو المايلين نفسه تكون بس في ديزيز عمل فيه مشكله وشال المايلين، اللي احنا هنسميها دي مايلينيشن او دي مايلينيتد ديزيز، ودي اللي احنا هنقولها في المحاضره الثانيه. احنا هنتكلم دلوقتي على الديزيزز اللي هي حصلت نتيجة حاجة هيريديتري في تكوين المايلين نفسه، هو ما تكونش او اتأخر او غيره يعني. طيب يبقى احنا اول حاجة لازم تبقى انت عارف الايج، لازم تبقى عارف الشكل. الحاجة اللي بعد كده ان انت هتلاقي الابنورمال مايلينيشن بقى في ايه، هتلاقي التي 2 اللي هو المفروض اسود بعد ما يحصل كومبليت مايلينيشن، هتلاقي في حتت اوف هاي سيجنال موجوده فيه، يعني في حتت غريبه فيه. بس نراجع نفسنا بقى تاني، لازم نبقى عارفين الايدج ده كام خلاص، سن العيان ده كام خلاص، وهو ده الايه اللي هيديتكت اذا كان فيه حاجه ابنورمال ولا لا. يبقى لو انا عندي فيه تي 2 سيجنال ابنورماليتيز موجوده في الوايت ماتر خلاص في طفل عدى سنه ونص، يبقى انا هعتبر ان فيه ابنورمال مايلينيشن خلاص، او هايبو مايلينيشن او ديليد مايلينيشن. طيب دي اللي هو التركيبه اهو يا شباب. المايلينيشن بيحصل الاول، البرين ستيم بيبدا في الاول، وبعدين السيربيلم، وبعدين الانترنال كبسول خلاص، والكوربس كالوزم. دول بالترتيب كده يا شباب خلاص. ده عشان برضو انت لما انت تشوف الحاجات دي كلها المايلينيشن بتاعها مظبوط ماشي يا شباب، تلاقي فيه كومبليت مايلينيشن في الحاجات دي، وبعدين لقيت في حته مثلا في البيري فنتريكولار ريجون اوف هاي سيجنال في تي 2، يبقى انت هتبتدي تشك ان دي حاجه ديليد مايلينيشن. طيب ادي برضو درجات من الهايبو مايلينيشن خلاص اهو. المفروض ده واحد عنده 7 سنين وشايف انت الوايت ماتر في تي 2 خلاص عاملة ازاي، يا دوب حاجة بيضة خفيفة كده ماشي. طيب ادي واحد تاني عنده 6 سنين، احنا قلنا خلاص يبقى انت المفروض، احنا لسه مورينك صور دلوقتي اللي هو عنده سنة ولقينا كل ده اوف هاي سيجنال وايت ماتر مكمل لفوق كده خلاص، كل دي هايبو مايلينيشن. شايف الوايت ماتر قد ايه؟ ده طبعا لما انت تراجع نفسك تلاقي الحاجات بتاع السيربيلم متكونة و وهنا فيه مشكلة، فده اللي احنا بنقول عليه هايبو مايلينيشن. ادي واحد 11 سنة وشايف الوايت ماتر قد ايه، شايف مطفية ازاي، احنا عمالين بنبص على التي 1 يا شباب خلاص، هي اللي احنا مركزين عليها اكتر عشان قلنا هي دي اللي بترفلكت او بتخليني اشوف المايلين، كمية المايلين الموجودة دي مظبوطة ولا لا. طيب ادي واحد برضو 4 سنين شايف كمية الوايت ماتر قد ايه، كل دي بنسميها هايبو مايلينيشن. لو انت عندك بقى كلينيكال مانيفستيشنز، الطفل ده امه جايباه وجاية بتشتكي من حاجة معينة خلاص، يبقى هتربط الايه الكلام. ادي ديجريز اهم يا شباب من الهايبو مايلينيشن خلاص، اللي احنا وريناه لكم من شوية خلاص، يعني ده 12 سنة شايف الوايت ماتر عامل ازاي اه. طيب نرجع، يبقى احنا قلنا النقطتين بس اللي هو يعني ايه وايت ماتر، ويعني ايه ان انت تبقى عارف نورمال مايلينيشن، تبقى عارف المايلينيشن ده ريجاردنج الايدج شكله ايه، ريجاردنج الام ار سيجنال شكله ايه، في التي 1 شكله ايه، وفي التي 2 شكله ايه، عشان لما يبقى فيه هايبو مايلينيشن انت تبتدي ايه تشك فيه خلاص. احنا بقى الوايت ماتر ديزيزز على بعضها بنسميها ليوكو انكفالوباسيز على بعضها، سواء حصل بقى ان هي ما تكونتش بشكل سليم او ان هي تكونت وفيه ديزيز عمل فيها مشكله. الليوكو انكفالوباسيز دول الحاجات اللي احنا بتبقى جينيتيكالي ديتيرمايند بنسموهم ليوكو ديستروفيز خلاص، اللي هو يعني فيه مشكله حصلت في تكوين المايلين ماشي، ودول اللي احنا هنتكلم عليهم في المحاضره دول يا شباب. لسه اليوم كيس النهارده ليكو
الكوليسترول. الايه؟ لسه قايل لهم كيس النهارده للكوليسترول. اه. ميتا كروماتيك للكوليسترول، لسه هرد عليهم النهارده. ايوه طب كويس والله. يعني الموضوع جاي مع بعضه. ماشي يا شباب. طيب يبقى احنا عندنا الليوكودستروفيز دي الاتش دايما بنشوفها في الاطفال ماشي، لكن ممكن نشوفها في الكبار. الكلينيكال مانيفستيشنز فاريبل، تلاقي فيه فيجن بروبلم، تلاقي هيرنج مش عارف ايه، تلاقي امبالانس، تلاقي ميموري لوس، كلها سيمتومز ما هياش سبيسيفيك لحاجه خلاص، ما هي بتبقى على حسب اني تراكت او اني وايت ماتر افكتد يا شباب خلاص. وعشان كده الام ار ليه رول في الايه في القصه دي. فاحنا الليوكودستروفيز عشان نعرفها بالرنين، راحوا هم ايه قالوا والله احنا هنعمل ابروتش بسيط كده في ثلاث خطوات، كل خطوه نبص على حاجات معينه عشان نعمل نارو للديفرنشال دايجنوز. طبعا الموضوع ده صعب خلاص، يعني احنا في النهايه ممكن ما نوصلش الفاينل دايجنوز، بس احنا عايزين نوصل تو نارو الديفرنشال دايجنوز، لان هم بعد كده بالكلينيكال وباللاب بتاعهم بيكونفيرم لما انت بتقول له ده دي كذا او كذا، فهو بيعمل الانفستيجيشنز اللاب انفستيجيشنز اكوردنج للتوجيه اللي انت وجهته له خلاص، بدل ما هو يعمل له 100 فحص وشاكك في دي وشاكك في دي. فاحنا هو ده الاساس. اول حاجه في الرنين يا شباب هنشوف اذا كان فيه سيمتريك وايت ماتر انفولفمنت ولا لا، يعني فيه انفولفمنت الوايت ماتر على الناحيتين زي بعض ولا لا. تاني خطوه لو الانفولفمنت ده الديستريبيوشن شكله بتاعه شكله ايه خلاص، لو هو واخد فرانتال ولا اوكسيبيتو بارايتال ولا بيري فنتريكولار زي ما هنقول بعد شويه. طيب الخطوه دي ما ساعدتناش قوي، هندخل في الخطوه اللي بعدها. طيب هو فيه ام ار كاركترستيك فيتشرز للحاجه اللي قدامي ده للديزيز اللي قدامي غير الخطوتين اللي في الاول دول، نشوفهم بالواحد كده يا شباب. لو انت لقيت سيمتريك وايت ماتر انفولفمنت على الناحيتين خلاص، في طفل عدى سنة ونص يعني المفروض المايلينيشن بتاعه بقى كومبليت، احنا بنشخص دي ليوكودستروفي خلاص. ادي اول حاجة ماشي يا شباب. واحنا قلنا الليوكودستروفي ده انهيرتد ديس اوردرز، كلها جين ميوتيشنز، وهذه الجين ميوتيشنز بتكون ميتابولايتس وابنورمال ماتيريال في المايلين خلاص، فما بيقومش بالفانكشن بتاعته. طيب هنشوفها ازاي؟ احنا قلنا هنلاقي في T2 حاجات اوف ابنورمال سيجنال خلاص، في التي 2 السوداء اللي المفروض المايلين فيه اسود هنلاقي فيه بطش بيضة وموجوده على الناحيتين في التي 2 والفليل. طيب ممكن تشوف اهو ده سيمتريك انفولفمنت، ادي الوايت ماتر اهو يا شباب على الناحيتين اهو، الصوره دي تي 2 المفروض المايلين ده او الوايت ماتر ده اسود خلاص، بقى ابيض اهو، وابيض ايه الناحيه دي زي الناحيه دي خلاص، ده اسمه سيمتريك انفولفمنت. لما احنا نشوف المنظر ده في حد عدى السنه ونص او بالكتير او سنتين خلاص، يبقى احنا بنشخص ان ده ليوكودستروفي. دي اول خطوه في الايه في الرنين اللي هو بيقولها لي، يعني بيقول لي خلي بالك في مشكله، ادي بدايه المشكله، احنا لسه مش عارفين ايه الدياجنوز خلاص. طيب ساعات في بعض الديزيزز بتيجي في الوايت ماتر ما تعملش سيمتريك انفولفمنت الوايت ماتر، تعمل حاجات اسيمتريك انفولفمنت زي فاسكولار ديزيز اللي هو بنسموه سيريبرال اوتوزومال دوميننت ارتريوباثي والسبكورتيكال انفاركتس اند ليوكودستروفي اند ليوكو انكفالوباثي، يعني الاسم العجيب ده، يعني كل دي بتبقى فاسكولار ليجنز، بس ممكن يعني شايفين هنا في الناحيه دي اكتر من الناحيه دي خلاص، يعني في اكسبشن، يعني انا مش شرط ان انا اشوفهم هما الاثنين زي بعض، كومن ان انا اشوفهم زي بعض خلاص، لكن في بعض الديزيز زي الديزيز ده ممكن يبقى فيه واحده اكتر من الناحيه الثانيه. دي اول خطوه يا شباب ماشي. طيب يبقى احنا الستيب 1 بنقول ان فيه مشكله في الوايت ماتر خلاص، المشكله دي عرفناها ازاي؟ بصينا على التي 2 لقينا يا اما على الناحيتين في ابنورمال سيجنال يا اما فيه واحده زايده عن الثانيه. طيب ده يقرا ايه؟
يقرا بقى. هندخل في الخطوه اللي بعدها، عايزين نعرف هي دي ايه بالظبط. عشان نعرف ان دي ايه بالظبط هنبص على الباترن اوف انفولفمنت للوايت ماتر الديستريبيوشن. لو هي الحاجات الوايت ماتر افكشن او الابنورمال سيجنال الموجوده في الوايت ماتر دي موجوده في البرايتو اكسبتر ريجون، خلاص يبقى احنا بنشك في حاجتين من الاثنين دول، اكس لينكد ادرينو ليوكودستروفي والكراب ديزيز. خلاص لو هم على الناحيتين، احنا هنتكلم برضو على الحاجات المهمه في دول بس يا شباب. لو هو فرانتال برضو هم دول الاثنين موجودين ومعاهم الميتاكروماتيك ليوكودستروفي. لو هم بيري فنتريكولر وده اشهر واحد اللي انت هتشوفه، ده اكتر واحد هنشوفه في البراكتس اللي هو البيري فنتريكولر اكتر من الباقيين دول كلهم، هتشوف الميتاكروماتيك ليوكودستروفي الكراب اللي هم واحد من هنا تقريبا واحد من هنا خلاص، وفي شويه بقى ليوكو انكفالوباسي ومش عارف ايه، ومش يعني احنا هنتكلم عن الحاجات المهمه فقط. لو هو الديستريبيوشن لقيته سب كورتيكال يبقى ده غالبا ماشي مع هيدروكسي جلوتاريك اسيدوريا، ديزيز اسمه جلوتاريك اسيدوريا. لو انت عندك المشكله متركزه في البرين ستيم يبقى انت على راسهم الكساندر ديزيز، ماشي يا شباب. وفي شويه حاجات تانية ليوكو مش عارف ايه وذ سباينال كورد، خلينا نبقى عارفين الحاجه المهمه في الايه في الموضوع. خلاص يبقى انا عندي هنا في الفرنتال عندي الاكس لينكد ادرينو ليوكودستروفي وعندي الميتا كروماتيك ليوكودستروفي، الفرانتو برايتال الكراب والاكس لينكد، والبيري فنتريكولار الميتا كروماتيك. خلاص ده على ايه على راسهم. السب كورتيكال ده واحد ومعروف اهو. البرين ستيم الكساندر ده ما ننساهوش يا شباب. السيريبيلر انفولفمنت في كذا واحد اهوت من ضمنهم بقى الكساندر وحاجات مشتركه من الحاجات دي كلها. طيب انا يهمني ايه فيهم؟ يهمني اكتر واحد ده اللي انا هشوفه كتير اللي هو البيري فنتريكولر ده. طيب ده الديستريبيوشن اللي احنا لسه قايلينه يا شباب، ادي الفرنتال يعني تلاقي الابنورمال سيجنال في الوايت ماتر واخده الفرنتال ريجون، ادي البرايتو اوكسيبيتال، ادي السب كورتيكال ماشي، ادي البيري فنتريكولر. ده شكل الديستريبيوشن اللي احنا مورينه لكم، ده برضو شويه بيري فنتريكولر، وده ديفيوز بقى قدام وورا في كل حته، وده متركز في السيريبيلم ماشي، وده برضو في الايه في السيريبيلر بدانكلز اللي هي الايه اللي على الناحيتين دول. اوكي يهمني ان انت تبقى عارف شكل الفرنتال ده، ادي البرايتو اوكسيبيتال خلاص، وادي السب كورتيكال، وادي البيري فنتريكولر. خليك عارف الاربعه الاساسيين دول يا شباب خلاص، واحنا هنتكلم على كل ديزيز مهم فيهم ماشي، نبقى عارفين الحاجه الكاركترستيك ليه. طيب خلي بالك ان نفس العيان ممكن يكون عنده كذا باترن من الديستريبيوشن، وده يدخلنا في الاستيج اللي بعدها، بس خلينا ما نعقدش الدنيا ونبقى احنا عارفين ان هو لو جه في المكان الفلاني غالبا هنشك في الحاجه الفلانيه. يبقى احنا قلنا اول واحد البرايتو اوكسيبيتال، هنشك في الايه في الاكس لينكد ادرينو ليوكودستروفي، وده اللي هو البايوكيمستري بتاعته اهو، عشان تبقى انت عارف ان الحاجات دي بتتشخص باللاب في النهايه يا شباب خلاص. بس هتتشخص باللاب امتى؟ هو بيبقى عنده عيان عنده كلينيكال مانيفستيشنز كلها ما بتشخصش حاجه ماشي، فهو عايز يقلل الديفرنشال دايجنوزس. فانت لما تقول له ده غالبا اكس لينكد ادرينو ليكودستروفي خلاص، يقوم يعمل له يحصر ال 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 الانفستيجيشنز بتاعته في حاجه محدده، مش يقعد يدور في كذا حاجه. ادي البرايتو اوكسيبيتال خلاص، سيمتريك وايت ماتر هايبر انتنسيتي اللي احنا بنشوفها في الايه في الادرينو ليكودستروفي، دول اللي هم ايه يا شباب؟ دول اللي هو البرايتو اوكسيبيتال ماشي. تاني ادي البرايتو اوكسيبيتال اهو ماشي اهو على الناحيتين، ممكن ياخدوا انهانسمنت وممكن ياخدوا الكورتيكو سباينال تراكت معاهم، بس خلي بالك من الديستريبيوشن ده اللي عيننا عليه خلاص. وخلي بالك ان الحاجات دي الوايت ماتر ابنورماليتيز دي ممكن تبقى انهانسد، دي صوره تي 2 دي صوره صبغه ودي صوره تي 2 فيه اللي هو الكورتيكو سباينال تراكت برضو فيها ابنورمال سيجنال.
طيب خلي بالك ان هو برضو ممكن ياخد الكورباس كالوزم، شايف البطشه اللي موجوده في اخر في السبلينيوم بتاع الكورباس كالوزم اهو، ماشي. عشان في النهايه برضو هنيجي نقول ايه في الحاجات بقى السبيشال كاركترستكس بتاع كل ديزيز، ده بيجي في كذا، ده بيجي في الحته الفلانيه، هتلاقي الحاجات دي مشتركه في النهايه. طيب بيعمل ايه تاني؟ ده بيجي في الكورد برضو كمان، خلاص، من ضمن الحاجات اللي بتيجي في السباينال كورد وتعمل كورد اتروفي، خلاص، برضو نفس الحكايه، شايف الثراث الكورد عامل ازاي؟ ده طبعا بيبقى مع الايه؟ مع الحاجات اللي في البرين يا شباب، اوكي؟ يبقى دي الحاجات اللي هي بتميز اللي هو الايه؟ الادرينو ليوكودستروفي، البرايتو اكسبتال ديستريبيوشن، ان هو ممكن ياخد الكورباس كالوزم، ان هو ممكن ياخد السباينال كورد، دي الحاجات المهمه اللي انت تبقى عارفها كنقط بسيطه كده. ندخل على اللي بعده اللي هو الكراب ديزيز، خلاص، ده اوتوزومال ريسيسيف، ودي الحاجات اللي هي اللي بتميزه في الام ار، ليه اماكن محدده في الام ار، ده بيجي برايتو اوكسيبيتال وياخد السبلينيوم بتاع الكورباس كالوزم، دي الحاجات التيبيكال بتاعته يا شباب، زي ما انت شايف كده، برايتو اوكسيبيتال وياخد السبلينيوم بتاع الكورباس كالوزم، ماشي. ده برضو ممكن ياخد اللي هو الايه الكورتيكو سباينال كراك زي اللي هو الادرينو ليكودستروف. ايه الحاجه الزياده هنا؟ ان هو بياخد الكورباس كالوزم، او وبرضو احنا لسه قايلين الادرينو ليكودستروفي بياخد الكورباس كالوزم برضو، ماشي. يعني انت كانك تقريبا ما انتش لاقي فروقات واضحه بين ده وبين التاني. طب ايه الفروقات اللي هنا بقى؟ ادي البرايتو اوكسيبيتال اهو، خلاص، وده برضو نفس الايه؟ نفس الكلام، خلاص. الفرق اللي هنا ايه؟ الفرق ان ده ملوش علاقه بالسباينال كورد، ماشي، ده فرق بينهم، بين الكراب ديزيز وبين الادرينو ليكودستروفي، لكن الاثنين برايتو اوكسيبتال والاثنين ممكن ينفولف الكورباس كالوز. الثاني الادرينو ليكودستروفي ممكن الحاجات تبقى انهانسد، هنا ملهاش في الانهانسمنت، بس برضو احنا ما زلنا عمالين بنتكلم على ان احنا نضيق الديفرنشال دايجنوزس بتاعنا، احنا في النهايه ممكن ما نوصلش لايه؟ لفاينل دايجنوز. الفرنتال بيجي فيه اللي هو الاكس لينكد ادرينو ليكودستروفي اللي احنا لسه بنقوله برضه، ممكن يجي في الفرنتال كده، خلاص، وممكن يبقى انهانسد، الحتت اللي في الفرنتال ريجون تبقى انهانسد، شايفين الوايت ماتر الهاي سيجنال موجوده في الوايت ماتر. طيب ايه تاني اللي يجي في الفرنتال؟ اللي هو الميتا كروماتيك ليوكودستروفي، ميتا كروماتيك ليوكودستروفي يجي برضو فرنتال بالمنظر ده كده يا شباب، ويعمل اتروفي، خلاص، للفرنتال هور، ماشي، ده من الحاجات برضو الايه؟ الكاركترستيك، اوكي. طيب ممكن يجي برضو في ال يعني يعمل برين اتروفي، شايفين برضو الكورباس كالوزم برضو بيبقى انفولفد اهوت، وممكن كل ده يعني الديستريبيوشن هو الاساسي عندي في الميتا كروماتيك ليوكودستروف. في شويه حاجات ثانيه مش عايزين نحفظ منها حاجه، حاجات بقى ايه ليوكودستروفي ومش عارف ايه سفينويد مش عارف ايه، مش عايزين احنا ايه نعرف الكلام، اوكي. يبقى انا عندي دلوقتي لو لقيت فرنتال هنفكر في حاجتين يا شباب، هتفكر في الميتا كروماتيك ليوكودستروفي اللي احنا قلناه ده، خلاص، وممكن وفي معظم الاحوال بيبقى واخد ال عامل دايليتيشن في الفرنتال هورنز او عامل اتروفي في الفرنتال هورن، ماشي، وممكن يجي في الايه في الكورباس كالوز. طيب نيجي للي هم الايه البيري فنتريكولار بقى اللي هم القطار اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الايه الموست كومن، البيري فنتريكولار يدخل فيهم ايه؟ يدخل فيهم الميتا كروماتيك اللي احنا لسه قايلينه، يعني الميتا كروماتيك ده ممكن يجي فرنتال وممكن يجي بيري فنتريكولار زي ما انت شايف كده، خلاص، اهو زي ما انت شايف كده، اهو كل دي اللي هي الايه البيري فنتريكولار ديستريبيوشن، ده مميز للايه للميتا كروماتيك ليوكودستروف. الكراب ديزيز برضه، الكراب ديزيز اللي احنا قلناها بيجي برايتو اوكسيبيتال ممكن يجي بيري فنتريكولار، بس خليك عارف ان ده الاساسي، خلاص، اللي هو الميتا كروماتيك ليوكودستروفي اللي هو يجي بيري فنتريكولار
ديستريبيوشن. ماشي، برضو في انواع تانية ليوكو ليوكو انكفالوباسي ومش عارف ايه، برضو مش عايزين نحفظ الايه الحاجات دي يا شباب. خلاص خليك عارف الديزيز الاساسي اللي هو موجود في كل اريا وبيبقى شكله ايه. خلاص، يبقى انا دلوقتي البيري فنتريكولر عندي الميتا كروماتيك، والفرنتال عندي الميتا كروماتيك والاكس لينكد، والبرايتو اوكسيبيتال عندي الاكس لينكد وعندي الكراب ديزيز. ماشي، طيب اللي هو الساب كورتيكال ده سهل خالص لان مفيش حاجه غيره، اللي هو جلوتاريك اسيدوريا، وده بيزيد فيه اللي هو الهيدروكسوجلوتاريك اسيد، ده بيبقى في اليورين فبيبقى دايجنوستيك. هيعملوا له الكلام ده التست ده امتى؟ لما سيادتك تعمل له رنين خلاص وتقول ده انا شايف باتشز موجوده في ساب كورتيكال ديستريبيوشن خلاص وشكلها جلوتاريك اسيدوري، يبقى هيروح يعمل له الكلام ده التست ده بس وخلاص. ماشي، ما يدخلوش في المتاهه. اول ما يلاقي الكلام ده الكلام ده زايد في اليورين خلاص هو هيشخص اللي هو الجلوتاريك اسيدوري. ايه الرنين؟ الرنين بتشوف في الساب كورتيكال وايت ماتر، بتلاقيها موجوده فين بقى؟ في الكوديت نيوكليوس، في البوتامين خلاص، يعني في البيزل جانجليا، يعني في الجلوبس باليدس، وليها سيمتريك ديستريبيوشن، وممكن تاخد الدنتيت نيوكليوس زي ما انت شايفهم كده خلاص. لكن شايف الساب كورتيكال اهو، ده الساب كورتيكال ديستريبيوشن اهو يا شباب، وزي ما يكون بايلاترال وسيمتريكال خلاص، ده الديستريبيوشن بتاع الجلوتاريك اسيدوري. لو لقيت انت الحته بتاع البيزل جانجليا فيها باتشز هايبر انتنس زي دي كده خلاص وبايلاترال وسيمتريكال خلاص، يبقى دي برضو من الحاجات اللي هي بت 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 بتقوي لك ان ده ايه، ان ده جلوتاريك اسيدوري. اوكي، طيب نيجي للي هو، يبقى احنا بنتكلم على الارياز بقى كده، نيجي على الحاجات اللي هي ممكن تيجي في البرين ستيم. خلاص قلنا الالكسندر ديزيز هو ده الاساس عندنا، الكسندر ديزيز ده اوتوزوما دوميننت. ماشي، وكانوا زمان بيشخصوه ببرين بايوبسي، دلوقتي الكلام ده ما عادش موجود. احنا الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاساس بنشوفها في البرين ستيم، بنلاقي المدلة اوبلونجاتا خلاص، بنلاقي فيها سيفير اتروفي، وممكن يبقى فيه اتروفي في السيرفايكال كورد. هو دي الحاجات الاساسيه بتاعه الالكسندر ديزيز يا شباب خلاص، وممكن السيريبيلر بدانكلز تلاقي فيها حاجات معينه. دي المدلة اهي خلاص، فيها سيفير اتروفي زي ما انت شايف كده، ادي السيرفايكال كورد، والسيرفايكال كورد بيبقى ماسك في المدلة، شايف البونز، وده الميد برين، شايف المدلة هنا اتروفايد، هنا في الاكزيال برضو واضحة قوي، السيرفايكال كورد ده برضو رفيع جدا. ماشي، هي دي الحاجات اللي بتميز الالكسندر ديزيز يا شباب خلاص. يبقى انا عندي دلوقتي ايه، في برين ستيم انفولفمنت. ماشي اهو زي ما انت شايف كده، وادي السيريبيلر بدانكلز برضو ممكن تلاقي فيهم حاجات هاي سيجنال، برضو تلاقي حتت هاي سيجنال موجوده برضو في نفس الـ في الـ في البرين ستيم زي ما انت شايفهم كده. اوكي، يبقى انا عندي دلوقتي اللي بينشن على البرين ستيم هو في الاساس الالكسندر ديزيز خلاص، ممكن يعمل اتروفي وممكن يعمل اتروفي في الكورد، دي الحاجات الايه الاساسيه بتاعتي. في بقى ديزيز ثانيه برضو، يعني ادي اسماء اهوت خلاص، مش عايزين ندخل في التفاصيل دي قوي خلاص، خلينا عارفين بس الحاجه اللي هي مين اللي بتيجي في البيزل في البرين ستيم ان هو الايه الالكسندر ديزيز، لكن في حاجات تانية رير ممكن تبقى ايه انكلودد معاها خلاص. طيب، وفي برضو حاجه تاخد السيريبيلم وتاخد السيريبيلر بدانكلز كل يعني الكسندر ديزيز مش عارف، وفي واحد اهوت يجي مين اللي في السيريبيلم خلاص، بيسموه فراجايل اكس اسوشيتد تريمورز او اتاكسيا سندروم، اهو بيجي ياخد اللي هو الايه السيريبيلر بدانكلز. ماشي، ده برضو من ضمن الايه الديزيزز برضو طيب يبقى دي تاني خطوه يا شباب. يبقى احنا اول حاجه، اول خطوه حددنا ان في مشكله في الوايت ماتر، تاني خطوه انا عايز اشخص المشكله دي ايه، فعشان اشخصها رحت عامل باترن للديستريبيوشن بتاعه الديزيزز دي
وقلت لو المشكله في الفرنتال هتبقى كذا، في البيري فنتريكولار هتبقى كذا، في البرايتو اوكسيبيتال هتبقى كذا، في السب كورتيكال هتبقى كذا، غالبا هتبقى كذا ماشي، ولو واخده البرين ستيم غالبا هتبقى كذا. دي الحاجات الاساسيه اللي احنا اللوكيشنز الاساسيه اللي احنا عايزين نعرف بس كل اهم ديزيز موجود في الاماكن دي خلاص. يعني الحاجات التانية اللي احنا ما علقناش عليها ما تحشرهاش او في دماغك يعني، لان هو الموضوع كومبلكس اصلا. فيعني ايه بالراحه كده. طيب شفنا الحاجات دي وبدانا نقول ايه ده غالبا كذا وده غالبا كذا من الديستريبيوشن بتاعه. في خطوه تانية ان انا اقدر يعني اسجست او اوجمنت الكلام ده، يعني في حاجات يعني فيتشرز بتبان في الام ار برضه تساعدني شويه. يعني لو حاجه واخده السباينال كورد، مش احنا كنا لسه قايلين من شويه يعني اما نلاقي حاجات واخده سباينال كورد اهو، ليوكودستروفي الكساندر ممكن ياخد السباينال كورد. انا بتكلم على الحاجات الكاركترستيك بقى الاخرى يعني ماشي. وفي ديزيز اسمه ليوكودستروفي وذ برين ستيم اند سباينال كورد انفولفمنت ماشي. لو حاجه خدت صبغه من الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، ايه اللي ممكن ياخد صبغه؟ الاكس لينكت اللي احنا قلناها في الاول خالص اللي بيجي برايتو اوكسيبيتال ممكن ياخد صبغه ماشي. الكساندر ممكن يبقى انهانسد خلاص. في حاجات تعمل لي تظهر لي ابنورمال ام ار اس خلاص، مش عايزين برضو نحفظهم، مش مشكله دي قوي. الام ار اس حاجه يعني اديشنال يعني خلاص. في حاجات تظهر في شكل كالسيفيكيشن او مايكرو هيموريدج زي الليوكو انكفالوباسي ومش عارف ايه الليوكو انكفالوباسي، مش يعني هنلاقي في حاجات كتير خلاص، او حاجات بتظهر كانها سيستيك ليجنز موجوده في الايه في الوايت ماتر. في حاجات بتاخد شكل السيجنال بتاع السي اس اف خلاص، يعني يبقى فيه وايت ماتر تشينجز، واهمهم اللي هو الفانيشنج وايت ماتر ديزيز ده اللي احنا عايزين نقول كلمتين عليه بس ماشي. وبقيه الحاجات اللي هي السبيسيفيك دي يا شباب او الحاجات دي كلها تجميعه للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. لو انت لقيت كذا، لو حاجه في السباينال كورد خلاص يبقى غالبا كذا وكذا، بس احنا ايه ماشيين بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده. ادي اشهر واحد فيهم خلاص اللي ممكن يساعدني. لو انت لقيت وايت ماتر ديزيز وبنسميه فانيشنج وايت ماتر ديزيز. فانيشنج يعني ايه؟ يعني هو بي 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 بيعمل نكروزس وبيقلب الوايت ماتر تبقى سيستيك تشينجز خلاص، وبيعمل اتروفي في النهايه يا شباب اهو. زي ما انت شايف كده، شايف الوايت ماتر بقت عامله ازاي كلها اهو خلاص، بقت كانها يعني هنا برضه اهو خلاص اهو، ادي الوايت ماتر وبعدين بدا فيها سيستيك تشينجز اهو، الحتت السوداء اللي انت شايفها دي كلها يعني بيبدا يعني يبقى ديفيوز. ده من الحاجات اللي بتاخد الوايت ماتر بشكل ديفيوز، وفي النهايه خالص الاند ريزلت بتاعه خلاص يعمل ديستراكشن للوايت ماتر ويحولها لسيستيك اير، ده اللي احنا بنسميه فانيشنج وايت ماتر. طب لما يحولها لسيست زي ما احنا شايفين كده هتبقى سودا في التي 1 وهتبقى بيضة في التي 2 لانها كلها سيستيك تشينجز. اوكي ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي فوساي كده، لان دي كلها برضو حاجات فاسكولار ليجنز ممكن في النهايه، بس برضو مش عايزين نتكلم على كل واحد بالتفصيل كده يا شباب خلاص. احنا جاست ان احنا بنقول لكم الابروتش بالبساطه الشديده. ويعني ده مثلا حاجه اهو فيه ليجنز بيحصل فيها كالسيفيكيشن وهيموراجيك فوساي خلاص اهو، ليوكو انكفالوباسي ويز اكسونال مش عارف سبيرويدز اند بيجمنتد جلاي خلاص، ده ديزيز ماشي. يعني مش عايزين احنا نعقد الامور بهذا الشكل اهو، بتلاقي فيه كالسيفيكيشن وبتلاقي فيه سيستيك تشينجز زي ما انت شايف كده خلاص. وكل ده برضو يعني احد الحاجات ماشي. الانهانسمنت ايه الحاجات اللي هتاخد انهانسمنت؟ وقلنا الكساندر وقلنا اكس لينكد ممكن ياخد خلاص، حاجات اللي هتعمل ابنورماليتي في الام ار اس
برضو مش عايزين يعني طيب السباينال كورد احنا قلنا ده اللي هو اليوكونكيفالوباسي، في نوع منه اسمه ادلت اونست اهو بيجي يعمل يعني سيننج في الكورد ويبقى فيه ديفيوز وايت ماتر تشينجز، بس برضو يعني الالكسندر ديزيز من الحاجات خلاص اللي بتاخد السباينال كورد. ده اللي احنا عايزين نوصل له في النهايه يا شباب. يبقى انت في الاول خالص تبقى عارف الاناتومي، اول خالص تبقى عارف النورمال مايلينيشن، تبقى عارف تو ديتكت اذا كان في حصل مشكله في المايلينيشن ولا لا. الخطوه اللي بعد كده المشكله دي عباره عن ايه، اني ديزيز زي ما انتم شايفين كده ديزيزز كتيره جدا والتفرقه بينهم صعب. احنا كل الهدف ان احنا تو نارو ذا ديفرنشال دايجنوزس، وعشان تو نارو الديفرنشال دايجنوزس هنمشي في الثلاث خطوات دول. اول حاجه تشوف اذا كان حصل في سيمتريك انفولفمنت الوايت ماتر، تاني حاجه سيمتريك انفولفمنت ده او الانفولفمنت الوايت ماتر الديستريبيوشن باترن بتاعه شكله ايه في انهي حته، عشان لما يبقى قدام يبقى كذا ويبقى في هنا يبقى كذا، وتفكر في الحاجات دي خلاص. وفي الاخر خالص تعرف شويه كاركترستيك فيتشرز للحاجات الاساسيه اللي احنا قلناها. لو انت هتدور الحاجات الاساسيه اللي احنا قلناهم يعني يمكن ما خرجوش عن خمسه سته ديزيز خلاص. اتكلمنا على الاكس لينكت ليوكودستروفي كراب الجلوتاريك اسيدوريا خلاص، الالكسندر ديزيز ماشي، والميتاكروماتيك ليوكودستروفي اللي بيجي بالبيري فنتريكلر. يعني تقريبا خمسه سته ديزيز تبقى انت عارف اللوكيشن بتاعهم، بيجوا في الكورد ولا لا، بياخدوا صبغه ولا لا ماشي، بيبقى ليهم برين ستيم افكشن ولا لا. يعني دي الحاجات الكلوز اللي هي هتساعدك ان انت برضو تحاول ان انت تفرق بينهم ماشي. ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من المحاضره دي يا شباب. اوكي، حد عنده اي استفسار في اللي احنا قلناه؟ بعد ما نخلص هنوريكم بس حالتين كده تطبيقا للكلام. ممكن حد يا احمد المهدي موجود يا شباب؟ تعال يا محمد. اقفل دي بقى وافتح المحاضره الثانيه كده، شوفها بس اتسجلت ولا ايه.